امبارح مع الكريب ديال الحامض. هي الطريقه ديالها سهله بالنسبه لهاد الكريمه ديال الحامض، وممكن تديريها في بزاف ديال الحوايج. يعني ديريها ككريمه، تعمري بها الكريب، تعمري بها دوك لي طارتلات صغار، يعني تكون عندك غير الطريقه مضبوطه. فقلنا في كاسرونه غادي نديرو 3 صفار ديال البيض مع كاس ديال السنيده، كاس ديال العنبه، مع العصير ديال الحامضه ولا جوج على حسب الحامض واش كبير ولا صغير ولا حسب الكميه. حيت كاين اللي كيبغي يعني الكريمه ديال الحامض تكون خفيفه في ديك الحموضيه ديالو، كاين اللي كتبغي تكون غالبه عليها. فقلنا في كاسرونه غادي نديروا 3 صفار ديال البيض مع كاس ديال السنيده مع العصير ديال الحامض، 3 ديال الكيسان ديال الماء و3 ساشيات ديال الفاني باش كتجي من السما هذيك الكريمه ديال الحامض. كنبداو نحركوا كلشي مزيان، ومن بعد كنبغيو نعقدوا هذه الكريمه ديال الحامض كيف ما قالت لنا المستمعه، اما بشويه ديال الطحين واللي عنده نشا فهي كتعقد بطريقه اللي هي سهله، فلكم الاختيار. هذه الكريمه ديال الحامض قلنا كنديروا 3 ديال صفار ديال البيض مع كاس ديال السنيده وعصير ديال الحامض، 3 ديال الكيسان ديال الماء و3 ديال ساشيه ديال الفاني، وكنعقدوها ملي كنحركوا كنعقدوها. ملي كيتخلطوا هاد المقادير كلها كنعقدوها بشويه ديال النشا ولا شويه ديال الطحين. نتمنى نكون ما غلطتش في هاد المقادير ديال هاد الكريمه ديال الحامض، واللي سجل معنا يعاود يذكر بها المستمعه.